حدثنا محمد بن مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا سليمان التيمى عن ابي عثمان عن ابي موسى الاشعري قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبه او قال في ثنيه قال فلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته لا اله الا الله والله اكبر قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا. ثم قال: يا أبا موسى، أو يا عبد الله، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.